أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أهمية التثقيف الذاتي للإعلاميين والاهتمام بالفكر والكتابة والقراءة والبحث والعلم والمعرفة، ما يسهم في إتقان الإعلاميين لعملهم الهام في مسيرة النهوض بالمجتمع وكتابة الكلمة الصادقة والمفيدة. جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو حاكم الشارقة مساء الخميس بقصر البديع العامر بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، نخبة من قادة المؤسسات الإعلامية بالدولة ورؤساء تحرير الصحف المحلية وعدد من الإعلاميين. في إطار اهتمام سموه الدائم والمستمر بكافة ما يتعلق بالمجال الإعلامي والصحفي، التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، التقى بنخبة من قادة المؤسسات الإعلامية بالدولة ورؤساء تحرير الصحف المحلية وعدد من الإعلاميين، حيث تبادل سموه معهم التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين بالخير واليمن والبركات. وأشاد صاحب السمو حاكم الشارقة في كلمة ألقاها بهذه المناسبة بجهود الإعلاميين في مختلف الأجهزة الإعلامية وبالأقلام الكاتبة وبالصحف اليومية في الدولة. يبقى اليوم يعني يحسب للشيخ سلطان اللي ما آثر هذا اللقاء لنفسه ولا يعني قال بعد الكل يأتي، فالحمد لله. و يعني معظم الموجودين يعني في هذا اللقاء هم أصحاب الكلمة، وهذه الكلمة في الأساس هي أمانة، يعني إذا خرجت لا يمكن استرجاعها. نحن يعني نشكر الإعلاميين ونشكر أصحاب الأقلام هذه اللي تكتب، والكتابة هنا نحن نتمنى أن من يكتب لا تكون يده مرجفة، تكون يده ثابتة. فلذلك يعني مسؤوليتكم مسؤولية كبيرة، نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق، ونتمنى لألسنتكم طليقة، ونتمنى كذلك لأقلامكم حرة لمنفعة الناس، وما بيأتي بالقراءة بالنظر له الوقع في القلب. ولذلك نحن لسنا من أصحاب الذين يقولون يعني تعادون الكمبيوتر، تعادون هذه الوسائل الحديثة، هي المسألة ليست معادة. إذا كان هذه الوسائل تخدم المجتمع وتخدم العمل ما بهم يعني، لكن هنا في فكر، والفكر لابد أن يكون له نوع من الاستقرار حتى يكون وقعه في الذاكرة جيد. فنوصي نحن بالكتاب، أملي في هذه الأمة أن تنهض. ولذلك أنا يعني أطلب من يعني من الصحافة ومن الإعلاميين يعني ساعدونا نحن في هذه الكلمة، ساعدونا في الكلمة الصادقة، ساعدونا في إنهاض المجتمع والنهوض بالأمة، ونكون بعيدين عن أمور نختلف فيها. نحن نقول هنا ثقافة، والثقافة لا تدخل في هذه المهاترات والسياسة والكذا، لا لا لا، الثقافة يعني هي الوجدان نفسه. ونأمل إن شاء الله على مدى السنوات القادمة يعني إذا الله أعطانا عمر يعني نشوف إن شاء الله يعني هذا المجتمع يرتقي. فنحن نأمل يعني من الكل
هذه دعوة لكم، حتى في الكتابات في المقالات يعني. يعني تخدم المشروع اللي أنا يعني أفكر فيه يعني من زمان يعني، والحمد لله يعني إحنا هنا في هذا البلد يعني نعتني بالطفل، نعتني كذا مش للطفل يعني، نعتني بالسيدة التي حاملة لهذا الطفل، ونعتني بالأب والأم شوف وين عشان هذا يطلع. وهذا يعني أنا من الناس كإنسان مصلح اجتماعي، مشاكل اللي كانت عندي، وأنا مش من الناس اللي ينتظر خبر يطلع، لا لا، أنا أبحث عن، أبحث حتى عن المشاكل أبحث يعني. نحن عندنا مشكلتنا الأساسية هنا الإنسان، يعني الإنسان يعني مش فقط مسألة عيشه وسكنه لا، حتى مشكلة خاطره ما ينكسر. ليش؟ لأن هذا السيف إذا انتلم ما يقطع، فهذا لو كلمة كسرته ما يعود إنسان هذاك يعني. أنا ما أقبل واحد يجيني في المجلس ويجلس، أقول والله إذا ما طلعت أنزل تحته يعني. ولذلك نتمنى إن شاء الله هذه كلها تعود، ويعود الحميمية. أنا قلت يقول الناس متولهين عليك، والله أنا أكثر أريد أخذكم بالأحضان، تروح تأخذهم بالأحضان لأن هذا واقف، لا لا شيخ، لا 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 لا، قلت يديهم بيني وبين الناس، قلت طيب متى بتخوز هذه يعني؟ هذا يعني الله سبحان الله الحافظ يعني، لكن الحمد لله يعني. أتمنى إن شاء الله العافية لكل شخص إن شاء الله. بدورهم ثمن سادة الحضور وعلى رأسهم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، ثمنوا هذه اللفتة الطيبة بلقاء صاحب السمو حاكم الشارقة والاستماع لتوجيهاته ونصائحه، مؤكدين في الوقت ذاته على أهمية رفع الوعي المعرفي للإسهام في إصلاح المجتمع وتوجيه شبابه إلى ما يفيد وينفع.